وصلنا إلى السؤال الخامس من تدريب صفحة 33. يقول السؤال الخامس: فيما يأتي معادلات لقطوع ناقصة، في كل حال عين ذرع القطع ومركزه ومحرقيه ثم ارسمه. لدينا القطع الناقص أبسلون الذي معادلته، إذن أبسلون الذي معادلته 4x مربع زائد 16x زائد y مربع زائد 2y زائد 1 يساوي الصفر. نعم، ويريد منا عناصر القطع الذرة والمركز والمحارق ومن ثم الرسم. طبعا هذه معادلة عامة لقطع ناقص، نردها إلى الشكل القياسي وذلك بالإتمام إلى مربع كامل. طبعا علينا أن نحصل على الشكل x ناقص x صفر للتربيع على a مربع زائد الواي ناقص واي صفر للتربيع على ب مربع يساوي الواحد. إذن علينا أن نحصل على هذا الشكل من هذا الشكل للحصول على عناصر القطع. لذلك أقول هذه المعادلة بالشكل العام أردها إلى الشكل القياسي وذلك بالإتمام إلى مربع كامل. طبعا لدينا الحدود التي تتعلق بإكس راح نضعها جنب بعض، والحدود التي تتعلق بواي راح نضعها جنب بعض، والحد الثابت سوف ننقله إلى الطرف الأيمن. نعم، وأيضا لدينا أمثال X مربع نخرجه عامل مشترك، وأمثال Y مربع نخرجه عامل مشترك، لأننا جميعنا يعلم أنه لا نستطيع الإتمام إلى مربع كامل إلا عندما يكون أمثال X مربع أو أمثال الحد اللي في تربيع يساوي الواحد. انظروا جميعا، وضعنا الحدود تتعلق بX وأخرجنا الأربعة عامل مشترك، صار عندي 4B. لاحظ من هذين الحدين أخرجت الأربعة عامل مشترك، x مربع زائد 16 على 4 هي 4x، وبسكر القوس. طبعا الواي مربع امثالها 1، ما بنخرج شيء عامل مشترك، y مربع زائد 2y. نعم، هنا داخل القوس سوف يتم الاتمام، سوف نجمع ثم نطرح مربع نصف امثال الاكس، ومن اجل الوايات سوف نجمع ثم نطرح مربع نصف امثال الواي، من اجل الاكسات سوف نجمع ثم نطرح 4 على 2 للتربيع. لذلك سوف نجمع ثم نطرح. من يقول لي الجواب؟ 4. نجمع ونطرح 4. 4. أحسنتم جميعا. 4. ممتاز. أجمع ثم أطرح 4 داخل القوس، ومن أجل الوايات سوف أجمع ثم أطرح 2 على 2 للتربيع. 2 على 2 1 للتربيع تساوي 1. من أجل الوايات راح أجمع 1 وأطرح 1 بهذا الشكل. لاحظ 4b x مربع زائد 4x زائد 4 ناقص 4. من أجل الوايات y مربع زائد 2y زائد 1 ناقص 1. طبعا هاي ناقص 1 الحد الثابت نقلنا إلى الطرف الأيمن. انظر ما داخل القوسين، أول ثلاث حدود متطابقة، الأول جذر x، الثاني إشارته زائد، الثالث جذر 4 جذر 2 للتربيع مضروب بالأربعة توضع أمام القوس، وأربعة بناقص أربعة راح أضع 16، وهذه الحدود الثلاثة أيضا متطابقة، y زائد 1 والكل للتربيع بهذا الشكل. لاحظ 4b x زائد 2 للتربيع، 4 بناقص أربعة ناقص 16، ما بننسى هي ناقص أربعة مرتبطة بالأربعة هون، زائد الواي زائد 1 والكل التربيع ناقص 1 يساوي الصفر. طبعا ناقص 1 في الطرف الايسر وناقص 1 في الطرف الايمن بيروحوا مع بعض، بصير عندي 4b x زائد 2 للتربيع زائد الواي زائد 1 للتربيع، والناقص 16 بتنتقل الى الطرف الايمن بتصير زائد 16. يعني حصلت على الشكل 4b x زائد 2 والكل التربيع زائد الواي زائد 1 والكل التربيع يساوي 16. الآن سوف أقسم على 16. لاحظ هون راح نقسم على 16، وهون راح نقسم على 16، وهون بدي أعتبر في عندي 1. نعم، و16 على 16 أحصل على الشكل X زائد 2، طبعا 4 على 16 4 بالمقام، زائد Y زائد 1 التربيع على 16 يساوي الواحد. هذه معادلة
أو معادلة قطع ناقص من الشكل القياسي x ناقص x صفر للتربيع على a مربع زائد الواي ناقص y صفر للتربيع على b مربع يساوي الواحد. طلاب بكرة في الامتحان هذا الكلام كله عليه درجة واحدة إن إجا هذا السؤال. هذا العمل كله عليه درجة واحدة من أصل 7 درجات. انظروا الآن سوف أعين المركز وفتحة من سوف يكون طلاب؟ يوازي محور التراتيب. المركز هو قديش ناقص 2 ناقص 1 ناقص 1 أحسنتم جميعا ناقص 2 ناقص 1. إذن هذه معادلة قطع ناقص، معادلة قياسية لقطع ناقص، مركزه أو فتحة ناقص 2 ناقص 1 خارج مبدأ الإحداثيات. إذا المعادلة حصلت عليها x زائد 2 للتربيع على 16 زائد الواي زائد 1 للتربيع على هون على 4 وهيك وهون على 16 يساوي الواحد. نعم الوسطاء أي مربع اللي هي تحت الإكسات أي مربع يساوي الأربعة، هذا يؤدي A جذر 4 2، البي مربع يساوي 16، هذا يؤدي B جذر 16 4. بالمقارنة بين الوسطاء أرى أن مين أكبر من مين؟ أريد الإجابة. B أكبر من A. المحور المحرق يوازي OY. ممتاز. إذن بالمقارنة أو بالتراجح نرى أن B أكبر من A، وبالتالي نرى أن المحور المحرقي يوازي محور التراتيب OY. مجرد أني عرفت محور التراتيب صرت أعرف إحداثيات المحارق وإحداثيات الذرة، أعلم من هو الذرة الكبيرة ومن هي ذرة القطر الصغير. المحارق أو قبل المحارق نحسب C من معادلة الوسطاء، لأن إلشا قولي P أكبر الوسطاء راح تكون معادلة الوسطاء بالشكل P مربع يساوي A مربع زائد C مربع. وعوض ال P طلعت معي 4 للتربيع، حطيتها ال A 2 للتربيع زائد C مربع، 4 للتربيع هون 16. نعم 2 للتربيع بتنتقل على الطرف الأيسر، 16 ناقص 4 يساوي C مربع، C مربع هي 12 وعليه C جذر 12 تحت الجذر 4 ضرب 3 والتي تساوي جذر الأربعة بجذر الثلاثة اللي هي 2 جذر الثلاثة. المحارق لاحظ لأن L يوازي OY الزيادي أو الثابت C راح يكون على التراتيب F إحداثياتها X0 فاصل Y0 زائد C، هذا يؤدي بالتعويض F لاحظ لو وضعت يساوي بصير ولو حطيت هذا يؤدي بصير الx0 عوضتها ناقص 2، لاحظ عينين الx0 ناقص 2 الy0 زائد c ناقص 1 زائد 2 جذر 3 ثوابت اللي طلعوا ما يعوضهم. الf فتحة x0 فاصل y0 ناقص c، الx0 قديش ناقص 2 الy0 ناقص 1 ناقص c ناقص 2 جذر 3. ذرة القطر الكبير برأيكم ذرة القطر الكبير مين راح يكونوا؟ بي 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 فتحة. ممتاز لأن L يوازي OY راح يكونوا ذرة القطر الكبير بي وبي فتحة. انظر ذرة القطر الكبير أو الرئيسي بي التي إحداثياتها X0 فاصل Y0 زائد بي، وبي فتحة إحداثياتها X0 فاصل Y0 ناقص بي. عوضت طبعا طلاب ما بنسى أنه X0 كانت ناقص 2 والواي صفر ناقص 1 والA تساوي 2 والB تساوي 4. معلش الX صفر عوضتها ناقص 2 الواي صفر زائد B ناقص 1 زائد 4 بجمع الثوابت والتي تساوي 3. نكون دقيقين في العمليات الحسابية. البي فتحة X صفر فاصل واي صفر ناقص B عوضت X صفر ناقص 2 الواي صفر ناقص بي ناقص واحد ناقص أربعة هي ناقص خمسة. أيضا
ذرة القطر الصغير أو الثانوي راح يكونوا هني الذرة الأفقية A التي إحداثياتها X0 زائد A فاصل Y0 ومنه الـ A0 فاصل ناقص 1 والـ A فتحة X0 ناقص A فاصل Y0. الـ X0 زائد A لاحظ عين الـ X0 هي ناقص 2 زائد 2 0 وضعت هون 0 الـ Y0 هون ثابت ما بتغير حطيتها ناقص 1 الA فتحة X0 ناقص A فاصل Y0 الX0 هي ناقص 2 ناقص A ناقص 2 ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 فاصل الY0 هي ناقص 1 نعم اتفقنا أن الA والA فتحة دائما أفقيات والB والB فتحة دائما شاقوليات إحداثياتهم ثابتة لا تتغير ولكن مين اللي راح يتغير اسمهم راح يتغيروا ما بين ذرة قطر كبير وذرة قطر صغير. الرسم طبعا سوف أرسم المستوي الإحداثي OXY وأعين المركز O فتحة والمحور المحرقي L وأعين الذرة ثم أصل بين الذرة بخط منحني بالشكل. رسمت المستوي الإحداثي OXY لاحظ عيني نعم راح أعين المركز المركز هو ناقص 2 فاصل ناقص 1 لاحظ هذا هو المركز O فتحة إحداثياته ناقص 2 فاصل ناقص 1 L هنا شاقولي هاي الـ L L هنا شاقولي لاحظ راح عين طبعا بعد ما عينت المركز إكساته ناقص 2 وياته ناقص 1 راح عين أهم شيء نكون دقيقين في التدريجات اللي راح نحطهم مشان يطلع معي قطع بشكل أفضل الـ A صفر فاصل ناقص واحد يعني هاي هي الذروي A صفر إكساتها صفر وياتها ناقص واحد الـ A فتحة إكساتها ناقص أربعة وياتها ناقص واحد هاي راح تكون الـ A فتحة إكساتها ناقص أربعة وياتها ناقص واحد الـ B إكساتها ناقص اثنين وياتها ثلاثة لاحظ إكساتها ناقص اثنين وياتها ثلاثة هاي هي النقطة B البي فتحة إكساتها ناقص 2 وياتها ناقص 5 لاحظ ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 هون الناقص 5 معليش هاي الناقص 5 لاحظ وهي النقطة بي فتحة أصل بين الذرة بخط منحني فأحصل على القطع الناقص المطلوب لاحظ أصل بين الذرة بخط منحني فأحصل على القطع الناقص المطلوب. أيضا لدينا القطع الناقص أوبسيلون نقطتين الذي معادلته 9x مربع ناقص 72x زاد 2y مربع زاد 4y زاد 28 والمطلوب عين مركز وذرة ومحارق القطع ثم رسم هذا القطع هذه المعادلة بالشكل أريد الإيجابي الشكل العام الشكل العام بالشكل العام علينا أن نردها إلى الشكل قياس القياس وذلك بالإتمام إلى مربع كامل الشكل القياسي المرجو هو الشكل X ناقص X صفر للتربيع مو هيك على A مربع زائد Y ناقص Y صفر للتربيع على ب مربع يساوي الواحد أليس كذلك؟ نعم إذن هذه المعادلة بالشكل عام نرد إلى الشكل القياسي وذلك إتمام إلى مربع كامل الحدود اللي بتتعلق مع X بخليهم حد بعض والحدود اللي بتتعلق بواي بخليهم حد بعض والثابت بنقوله إلى الطرف الأيمن من أجل إتمام راح أخرج أمثال X مربع عامل مشترك وراح أخرج أمثال Y مربع عامل مشترك والإتمام راح يصير جوات القوس بالشكل لاحظ 9 راح أخرج التسعة من مشترك من أول حدين نعم 9x مربع على 9 هي x مربع ناقص 72x على 9 ناقص 8x بسكر القوس من الوايات راح أخرج 2 عامل مشترك 2 بفتح قوس 2y مربع على 2 هي y مربع زائد 4y على 2 هي 2y بسكر القوس والتي تساوي ناقص 28 نعم الإتمام راح يصير جوات القوس والإتمام راح يصير جوات القوس من أجل الإكسات راح أجمع ثم أطرح مربع نصف أمثال الإكس ما هو العدد الذي يجب أن أجمعه ثم أطرحه؟ أريد إجابة 11 12
ممتاز أحسنتم. ما هو العدد الذي يجب أن أجمعه ثم أطرحه من أجل الوايات؟ واحد. ممتاز ممتاز. إذن أحصل على الشكل 9b x مربع ناقص 8 x زائد 16 ناقص 16 زائد 2b الواي مربع زائد 2y زائد 1 ناقص 1 بسكر قوس والذي يساوي ناقص 128. أول ثلاث حدود من هون متطابقة x ناقص 4 للتربيع. 9 بناقص 16 ناقص 144 كذلك الأمر. هذول أول ثلاث حدود متطابقة y زائد 1 للتربيع. 2 بناقص 1 ناقص 2 أي أحصل على الشكل 9b x ناقص 4 للتربيع. 9 بناقص 16 ناقص 144 زائد 2b الواي زائد 1 للتربيع. 2 بناقص 1 ناقص 2 والذي يساوي ناقص 128 أي السالب بنحطه. أجمع الحدود المتشابهة مع بعض ناقص 144 وناقص 2 ناقص 146 انتقلت إلى الطرف الأيمن زائد 146 زائد 146 ناقص 128 طلاب زائد 146 ناقص 128 تساوي 18 الموجب. يعني أحصل على الشكل 9b x ناقص 4 والكل التربيع زائد 2b الواي زائد 1 والكل التربيع تساوي 18. الآن أقسم على ايش قد؟ أقسم على 18. أحسنتم. أقسم على 18. لاحظ هون راح أقسم على 18 وهون راح أقسم على 18 وهون راح أقسم على 18. 9 على 18 2 بالمقام، 2 على 18 9 بالمقام، 18 على 18 1. يعني أحصل على الشكل x ناقص 4 والكل التربيع على 2 زائد الواي زائد 1 والكل التربيع على 9 يساوي الواحد. حصلت على الشكل القياسي المرجو. أقول وهي معادلة قطع ناقص بالشكل القياسي x ناقص x صفر للتربيع على a مربع زائد الواي ناقص واي صفر للتربيع على بي مربع يساوي الواحد. وهي معادلة قياسية لقطع ناقص مركزه O فتحة. مين بينقلني إحداثيات المركز؟ زائد 4 ناقص 1. ما شاء الله عليكم أحسنتم جميعا. 4 فاصل ناقص 1 إذن وهي المعادلة القياسية لقطع ناقص مركزه O فتحة. 4 فاصل ناقص 1 خارج مبدأ الإحداثيات أليس كذلك؟ إذن وهي المعادلة القياسية لقطع ناقص مركزه O فتحة. 4 فاصل ناقص 1 خارج مبدأ الإحداثيات. إذن المركز O فتحة 4 فاصل ناقص 1 والمعادلة X ناقص 4 للتربيع على 2 زائد الY زائد 1 للتربيع على 9 يساوي الواحد. نعم معادلة قياسية لقطع ناقص بهذا الشكل. نعم بشأن أعرف المحور المحرقي راح أوجد الوسطاء. الوسطاء أي مربع تحت الإكسات أي مربع يساوي 2 هذا يؤدي أي يساوي جذر 2. البي مربع يساوي 9 هذا يؤدي البي تساوي جذر 9 والتي تساوي 3. بعمل مقارنة ما بين الأي والبي أرى أن بي أكبر من A وعليه يكون L. أريد الإجابة ممتاز أحسنتم. إذا نجد أن B أكبر من A وبالتالي المحور المحرقي L يوازي محور التراتيب OY. طلاب أنا اعتمادي على المحور المحرقي بصراحة. نعم الآن أحسب C من معادلة الوسطاء لأن L شاقولي راح تكون معادلة الوسطاء بالشكل في مربع يساوي مربع زائد سي مربع بالتعويض. البي 3 للتربيع 9 الاي 2 جذر 2 للتربيع 2 انظر ومنه البي مربع 9 الاي مربع 2 السي مربع انا بدي اياها السي مربع 9 ناقص 2 سي مربع هي 9 ناقص 2 وتساوي 7 وعليه سي تساوي جذر 7. نعم المحارق لان L يوازي OY
راح تكون المحارق ثابت. المحارق راح يكون على التراتيب أو على الوايات بالشكل F التي إحداثيات X0 فاصل Y0 زائد C. طبعاً الـ X0 هي 4، الـ Y0 زائد C ناقص 1 زائد جذر 7. الـ F فتحة X0 فاصل Y0 ناقص C، F فتحة 4 فاصل ناقص 1 ناقص جذر 7. ذرة القطر الكبير راح يكونوا الـ B والـ B فتحة، الـ B X0 فاصل Y0 زائد B لأن L يوازي O Y، أليس كذلك؟ طبعا الـ X0 4 والـ Y0 ناقص 1، أليس كذلك؟ والـ A هي جذر 2 والـ B هي 3. لاحظ الـ X0 عوضت 4، الـ Y0 زائد B، الـ Y0 ناقص 1 زائد B ناقص 1 زائد 3 2. الـ B فتحة X0 فاصل Y0 ناقص B، الـ X0 هي 4 وضعتها، الـ Y0 ناقص B لاحظ ناقص 1 ناقص 3، ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4. ذرة القطر الصغير راح يكون الذرة الأفقية. ذرة القطر الصغير أو الثانوي هي A التي إحداثياتها X0 زائد A فاصل Y0، و A فتحة X0 A فاصل Y0. إذن A X0 زائد A فاصل Y0، لاحظ عينيه الـ X0 4، الـ A جذر 2 معناته 4 زائد جذر 2 فاصل، وضعت الفاصل، الـ Y0 ناقص 1 عوضته، الـ A فتحة X0 ناقص A فاصل Y0، الـ A فتحة لاحظ X0 4 ناقص جذر 2 فاصل ناقص 1. نعم الرسم، طبعا أرسم مستوى الإحداثيات أو إكس واي وأعين المركز والمحور المحرقي وأعين الذرة، ثم أصل بين الذرة بخط منحني. لاحظوا طلاب هذا هو المستوى الإحداثي أو إكس واي. لاحظ طبعا المركز هو 4 فاصل ناقص 1، هاي الأربعة وهاي الناقص 1، هاي هو المركز O فتحة L يوازي O Y، المحور المحرقي L يوازي O Y، أليس كذلك؟ طبعا بعد ما عينت المركز والمحور المحرقي أمثل الذرة وأصل بينها بخط منحني. الذروي B إكساتها 4 وياتها 2، هاي هي الذروي B. الذروي B فتحة إكساتها 4 وياتها ناقص 4، هاي هي الذروي B فتحة إكساتها 4 وياتها ناقص 4. الـ A إكساتها 4 زائد جذر 2، طلاب جذر 2 يؤخذ تقريبا 1.4 عشان الرسم. راح يكون عندي 4 زائد جذر 2 4 زائد 1.4 يعني 5.4. خدها على المستوى الإحداثي 5.5، 1 2 3 4، 5.5 هاي الإكسات. لاحظ واياتها عفوا ناقص 1 هنا الذروي A، لاحظ إكساتها 4 زائد جذر 2 أخذتها 5.4، والA فتحة 4 ناقص جذر 2 يعني 4 ناقص 1.4 يعني 3.6. 1 2 3 أليس 4 ناقص 1.4 أعتذر هي 2.6 وليس 3.6. 1 2.6 يعني هون راح تكون الA فتحة، نعم هون تقريبا 2.6، نعم اللي هي 4 ناقص 1.4، أصل بين الذرة بخط منحني فأحصل على القطر الناقص المطلوب.